سلام طلاب، هاي آخر محاضرة بالإنترنال كلها عن Renal Disorders. المفروض بالمادة يكون أكو عندكم الأكيوت كيدني إنجري والكرونيك كيدني ديزيز، لكن أنا حضرت لكم الأكيوت كيدني إنجري وبقيت الكرونيك كيدني ديزيز. أنا وتمشي أكثر ويا المادة اللي هي أصلا كلها كرونيك إلنسز، يعني من دايابيتيز إلى هايبرتنشن إلى هارت فيلير وكذا. Definitions and Etiologies. احنا ليش قلنا كرونيك؟ لانه هي تبدي وتستمر في صحة الكيدني يعني رينر سيستم كلها تستمر في التراجع، فهي irreversible deterioration in renal function، يعني تاخذ من اشهر الى سنوات. لانه الوضع يعني يبدي ويستمر في التدهور، فالobjective دائما مال هيجي diseases مثل يعني نفس الحكي على السكر، نحكي على diabetes، انه نبطئ عملية التراجع او نبطئ السيفيرتي اوف complications. تمام. many disorders can cause CKD، لكن وجدوا انه اكثر المشاكل يعني او اكثر الحالات اللي تسوي CKD هي diabetes والhypertension. احنا اليوم راح نحكي على الميتابوليك اند سيستميك كونسيكوينسز، راح نجي بيها هنا. CKD هواية الى مشاكل، واحدة منها هي اليوريميا. اليوريميا شنو يعني؟ يلقى اليوريا بالبلود. احنا قبلها اذا تذكرون حكينا انه اذا كان اكو يوريا بالبلود يصير عندنا مشاكل ب الاستيعاب مال بيشنت، يعني mental changes، يصير عندنا حكة، يصير عندنا هسه هنا عندنا همين بعد ان شاء الله الاخرى اللي هي tendency to bleed، راح نشرح اكثر عليها. accumulation of urea and other nitrogenous toxins. تمام، هذا معنى اليوريميا. symptoms of uremia include anorexia اللي هي فقدان شهية، nausea vomiting and increased tendency to bleed due to impaired platelet adhesion. اكو تصير مشاكل بالplatelet adhesion، فما يصير اكو bleeding للpatient ما يتوقف، فالبليتلس ما تشتغل بطريقة صح. patients may also experience itching and peripheral neuropathies بسبب تراكم اليوريا تحت الجلد، راح يصير هذا السبب من السبب patients حكة. cardiovascular complications. the risk of cardiovascular disease is substantially increased and represents important cause of death in patients with CKD. ليش احنا قلنا انه مشاكل CKD كل شوية تتعلق بال blood، the water retention، electrolyte changes، وهي كلها تأثر عكسي بالcardiovascular system. hypertension may be the most common complication of CKD. as CKD progresses, hypertension due to salt and water retention usually develops. dyslipidemia تتأثر هم results in a raised atherogenic lipid profile which is associated with kidney disease. هم تخربط حالة ال LDL وال HDL بالجسم. patients with CKD are at higher risk for coronary artery disease and heart failure. hematologic complications and then anemia primarily due to decreased erythropoietin production. erythropoietin ينفرز من ال adrenal gland اللي هي فوق الكيدني. من تتأثر الكيدني بشي وظائف الأدرينال جلاند هم من تتأثر، فالإريثروبايتين يصير قليل بالجسم. الإريثروبايتين وظيفته يقول البول مارو إنه يفرز أو يعني يسوي red blood cells، فمن ماكو إريثروبايتين ماكو red blood cells which means anemia. coagulopathy mainly caused by platelet dysfunction. هم واحدة مش أسباب هي الإريثروبايتين، لأنه بون مارو هم مسؤول على ال platelets. patients can have petechia, purpura and increased tendency for bleeding during surgery. طبعا هاي شغلات منطقية تجي إذا ما عنده مشكلة بالplatelets. الجراحين لازم يعرفون إذا patient عنده CKD، أو إذا صار أكو مشكلة بالsurgery من ناحية الكوأجلوباثي أو من ناحية الهيمرج لازم ينطون platelets كتعويض للبيشنت. طبعا هذا اصلا يطلع بالريزلتس مال البيشنت نفسه، يعني يكون البليتلتس عددها قليل.
calcium, phosphorus, and bone homeostasis. Declining GFR rates leads to reduced excretion of phosphate and thus hyperphosphatemia, which stimulates increased synthesis of parathyroid hormone. نكمل عن النقطة الثانية نشرحها كلها. Failing kidneys will lose the ability to convert vitamin D to their active form 1,25-dihydroxycholecalciferol. This will impair intestinal absorption of calcium, thereby causing hypocalcemia, which also stimulates PTH production. ماكو فيتامين دي ماكو او ما الكيدني ما تسوي اكتيفيشن للفيتامين دي بيصير اكو مشكله بالابزوربشن مال كالسيوم. اذا صار اكو مشكله بالابزوربشن مال كالسيوم يصير عندنا مشكله بالفوسفيت، الفوسفيت يزيد وزائدا البي تي اتش هم يزيد، فتصير خربطه واثرها الخربط كل شوية. يعني هاي واحدة من الشغلات. اوكي فهسا راح نشوف شو المهم. الخربطة الثانية hyperparathyroidism اللي هي قلنا PTH increase in the production because of hypocalcemia and stimulates bone turnover. شنو bone turnover؟ أو بين قوسين قلنا الأوستيودستروفي. يعني عشان كالسيوم قليل بالجسم، الجسم ما راح يفهم إنه كالسيوم قليل، إنه والله انطي عاز للبيشنت مثلا روح أكل كالسيوم، مو هيش يشتغل الجسم. فأساساً شي ينطي إعازة لنفسه إنه يا الكالسيوم قليل، فمعناه نريد كالسيوم، فالجسم يعرف إنه بالبون أكو كالسيوم، فيروح يأخذ من البون كالسيوم عم يعوض النقص الموجود بالجسم. طبعاً من يأخذ من البون، البون راح يصير بي فجوات، ما يصير بالفجوات راح يصير بيها هشاشة اللي هو الأوستيوبروسيس. تمام؟ فهشاشة العظام شلون ناتجة؟ ناتجة بسبب الكالسيوم قليل بالجسم اللي هو أصلاً سبب الكيدني كرونيك كيدني ديزيز. نيورولوجيكال مسل فانكشن. مسل سيمبتومز ار بروبلي كوزد باي جنرال نيوتريشنال ديفيشينسيز اند الكترولايت ديستربنسز especially hypocalcemia. من يصير عندنا electrolyte disturbances muscles مال الجسم، طبعا هي تعتمد على الالكترولايتس بالانقباض والانبساط مالتها، فإذا كان أكو نوع من الالكترولايتس ما موجود أو قليل أو ما متوفر راح يصير أكو انقباضات وانبساطات لا إرادية في مثل twitching أو ارتعاشات بالعضلات مال الجسم. هاي طبعا هذا سببها chronic kidney disease. Neurological changes are non-specific and include inability to concentrate, memory impairment, and irritability, probably caused by uremic toxins. اللي هي أصلاً ذكرناها قبل شوية. Other electrolyte and acid-base disorders. Patients may develop hyperkalemia and metabolic acidosis. الشغلة كلش معقدة، فأتمنى تأخذوها كما هي هاي المعلومة. Immune dysfunction. Cellular and humoral immunity is impaired in advanced CKD, and there is increase susceptibility to infections. اي شخص عنده مشكله تصير هيك كرونيك او يعني حتى نفس المعلومه نقدر نقولها على البيشنتس اللي عندهم دايابيتيز، اللي عندهم هايبرتنشن، اللي عندهم هارت فيلير، فكلهم راح ينقص عندهم تنقص عندهم المناعه، فتصير عندهم نسبه الانفكشنز او التعرض للانفكشنز عاليه. اندوكراين فانكشن يصير بها خلل، فعندك نوس بوث جندرز لوس اوف ليبيدو، يعني الشهوه الجنسيه تنخفض، تتعلق بالهايبوغونادزم وانكريس ببروتين بهرمون البرولاكتين فهايبربرولاكتينيميا. The half life of insulin is prolonged in CKD patients. ما يصير هيك شيء معناه انه ال patient لازم يدير باله على الجرعات مال الانسولين ياخذها، ولازم يكون على وعي بانه مو كل الجرعات بنفس الوقت ياخذها او ممكن تتغير من حين الى اخر، فهذا لازم شوية المريض يكون على دراية أكثر بالستاتس مالتش شلون يحتاج إنسولين كذا، ودكتور لازم على متابعة كل شوية البيشنت وأهله إنه unpredictable. Diagnosis. How do we diagnose؟ طبعا أكو يعني blood test كل شيء يبين. عندنا elevate بالblood urea nitrogen and serum creatinine. Reduce arterial pH and bicarbonate concentration, reduce serum calcium level, increase serum potassium phosphate levels, normochromic normocytic anemia. Normochromic معناها لون ال red blood cells طبيعي. Normocytic شكلها طبيعي.
أنيميا بعدناها بس نقص، يعني شكل طبيعي ولون طبيعي بس نقص بالعدد، وهذا معنى الأنيميا. Urine analysis reveals glucose urea and protein urea، يعني أكو urine وبروتين، أو عفوا أكو سكر وبروتين باليورين. التريتمنت طبعا احنا ماكو تريتمنت للسي كي دي، السي كي دي يبقى يسوء على الماء، يوصل معها سيئة جدا، يتطلب البيشنت كيدني ترانسبلانتيشن، يعني واحد ينطي او يعني يتبرع على الكليه. فاحنا شو نسوي؟ احنا نسوي تريتمنت للكومبليكيشنز، يعني احنا حكينا على الكومبليكيشنز، هذا التريتمنت مالتها. حكينا على المشكله بالإيثروبيوتين من الادرينال جلاند، فالمشكله حلها انه ننطي إيثروبيوتين. فإيثروبيوتين ستيمولاتينج ايجنتس كبديل الإيثروبيوتين هي الإيبيوتين دارموبيوتين. ماكو فرق بيناتهم، بس واحد ينطي مره او مره الى مرتين بالاسبوع، الاخر ينطي مره الى مرتين كل شهر. بيناتهم سب كيو انجكشنز. من ينطي البيشنت، من ينزل الدم مالته عن 10 ينطي. التارجت لازم يكون فوق ال 11 الى 12. اكثر من 12 راح يصير اكو increased risk of stroke، لازم يتوقف الإيثروبيوتين ستيمولاتينج ايجنت. اوكي، تحت العشرة يبدي على ما يوصل البيشنت 11 وهي يتوقف. بنفس الوقت لازم الدكتور يدير باله على الايرون سبلمنت، ينطي اكثر طريق احسن انه ينطي بارنتلي، لانه اذا نطى عن طريق الاورال او الاورال روت راح يسبب سايد افكتس هواي للبيشنت، وبنفس الوقت الامتصاص مالته مو كلش قوي. فالبارنتال ادمنستريشن مال الايرون سبلمنتيشن هو خيار افضل، مع انه شويه مزعج بس خيار افضل. ليش؟ ريبليت ايرون ستورز، يعني يعزز المستودعات الموجوده بالجسم من الحديد. هايبرتنشن حكينا الموضوع اكثر من مره، التارجت لازم يكون من 30 على 80. نراقب السولت والفلويد انتيك. Most patients require 3 or more antihypertensive agents. هذا حسب البيشنت. عندنا الأيس، الأربز، الدايهيدروبيرامدين، كالسيوم أو دايهيدروبيرامدين عفوا، كالسيوم شانل بلوكرز. Volume overload، يعني نفس الفكرة، إن البيشنت ياخذ فيروسامايد اللي بيوبتيراتيك، الموست كومونلي يوزد الفيروسامايد، إذا كان أكو عندنا فلويد أوفرلود. Osteodystrophy حكينا بيها، السبب ثلاث عوامل: هايبرفوسفاتيميا، فيتامين دي ديفيشنسي، هايبرباراثايرويدزم. فالمنطق بالعلاج هو انه اذا فيتامين دي ديفيشنسي ننطي للبيشنت فيتامين دي. اذا عندنا هايبرباراثايرويدزم، البيشنت لازم يروح للدكتور اخصائي. هناك اذا شاف الدكتور يعني هو اكثر شيء هم عندهم الجراحين للحل، بحيث يستأصلون الباراثايرويد جلاند او يضبطون عملها بشكل او باخر عن طريق الادويه. بس يعني هاي اخذوها كما هي. يعني الهايبرفوسفاتيميا should be treated by dietary restrictions، يعني نمنع عن الاكل اللي يحتوي على الفوسفات، milk, cheese, eggs, protein rich foods. لكن إذا أكل ممكن ننطي كالسيوم كاربونيت أو سيفيلامير اللي هم يرتبطون بالفوسفات ويمنعون الجسم من امتصاصه. هايبرليبيديميا التارجت لازم يكون LDL تحت 100. إذا استوجب العلاج نأخذ statins or the drugs of choice. تابليك أسيدوسيس this can be corrected by the administration of sodium carbonate. طبعا هذا يعني معلومة كلش خفيفة من الموضوع، هو موضوع كلش كبير، لكن خذوها كما هي. Neurological problems generally caused by uremic toxins. And the muscle cramps are common. ينطون quinine sulfate، فهم يعني معلومة هيك خفيفة يعني، بس خذوها كما هي. Restless leg syndrome، هاي اللي عنده مشكلة بظل رجلة تتحرك، يقولون انه كلش ترتبط بالchronic kidney disease. Could respond to low doses of clonazepam. Pruritus قلنا itching
severe difficult to treat بس احنا نعطيهم antihistamine non sedating يقول انه less effective than sedating طبعا ما نقدر ننطي sedating طول بالنهار لان راح ينام البيشنت فننطي ليلا uremic bleeding حلها احسن شيء بالdialysis من البيشنت يصير عنده يعني optimal dialysis مناسب لحالته راح تتعالج هاي المشكلة إذا GFR glomerular sorry filtration rate إذا it declines less than 5 to 10 milli per minute per cubic meter renal replacement therapy is required يعني dialysis أو transplantation thank you for your attendance